السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الخامس الابتدائي، معاكم مستر محمد سامي، والنهارده إن شاء الله هنتكلم عن موضوع جديد بعنوان فكر صغير مش طويل. طبعًا ده من الموضوعات الموجودة عندنا في المنهج. بيتكلم عن أهمية المشروعات الصغيرة وإنها ليها دور كبير جدًا، مش عشان هي مشروعات صغيرة إن هي ملهاش أهمية، بالعكس خالص. زي ما حصل مثلًا في المسابقة اللي كانت موجودة في الموضوع بتاعنا، اللي تقدم ليها عدد كبير جدا من الشباب، وكان من وجهه نظر المسؤولين ان الشباب هم الاساس اللي بيقع على عاتقهم، يعني اللي بيكون لهم الدور الاعظم في بناء المجتمع. طبعا لو تفتكروا معايا اولاد، اللي فاز في المسابقه دي كانت الاستاذه سارة، وكانت عندها مشروع وهو صناعه لب الورق من قش الرز. طبعا قش الرز ما كانش ليه اهميه او ما زال ما لهوش اهميه عند الفلاحين، لدرجة ان هم بيحاولوا يتخلصوا منه بأي شكل، زي انهم بيحرقوه مثلا، وطبعا ده بيأذي بيها. فهي بدأت تفكر ازاي انا ممكن استغل حاجة ملهاش لازمة عند الناس، بحيث ان انا اوفر منتج يكون ليه أهمية. طبعا الورق ليه أهمية كبيرة جدا، يعتبر من أهم المشاريع اللي موجودة عندنا في الوقت الحالي كمادة كمنتج. وبدأ طبعا الحوار معاها، هل في حد ساعدها على اتمام الفكره دي؟ طبعا اكيد اصدقائها كانوا ليهم دور، بالاضافه لاهلها، بالاضافه لبعض المعلمين اللي كانوا بيدعموها، لانه طبعا ما حدش يقدر يعمل اي حاجه لوحده مهما كان. عملت في الاول دراسه جدوى تشوف مدى فاعليه المشروع ده، هل هيكون لي اهميه بعدين، هل هيكون لي احتياج. طبعا قابلتها معوضات وصعوبات كتيره جدا، بس لا وقفت قدامها وقدرت ان هي تكمل الموضوع بسرعه، كان سهل جدا. في النهايه بدات ان هي تنصح الشباب اللي جايين المشكلين على فكره شبه دي ان هم يختاروا العمل التجاري المناسب، بشرط ان هم لازم يكونوا مستعدين كويس، جاهزين، والمشروع بتاعهم ده يكون فيه احتياج ليه، لان انا ما ينفعش اعمل حاجه متعاده، انا نصر متعاده مفيش حد هيقبل عليها. طبعا ختم اللقاء معاها انه كان السعداء باللقاء. تعالوا نشوف مع بعض كده كم سؤال نحلهم مع بعض، نقرا مع بعض في البدايه. قطعه: اذا اردت ان تنجح في مشروعك فعليك باتباع العادات الصحيحه للنجاح، وهي الالتزام بالاستيقاظ مبكرا حتى تستثمر كل وقت في يومك بطريقه سليمه، والاطلاع على اخطاء المشاريع التي تتعلق بمجالك، والاستماع جيدا لذوي الخبرات خاصة الأكبر سنا منك، ومن يتمنون لك كل الخير كالأهل والأصدقاء، واتباع نظام غذائي صحي، فالعقل السليم في الجسم السليم، ومشاركة أحبابك في نجاحك وعدم التكبر عليهم. ده بالنسبة للقطع اللي موجودة عندنا، وإن شاء الله هيجي لنا لو حصل وجه الفكرة بتاعت الدرس بتاعنا ممكن يجي لنا حاجة مشابهة. أحلها ازاي؟ انا قريت القطع كويس، اقرا 1 2 3 حتى افهم كل الجزئيات اللي بتتكلم عنها، وبعد كده هبدا احل الاسئله. طبعا الاسئله بتاعه المعاني بتكون قريبه من المعاني الموجوده عندنا في المنهج. فتعالوا نشوف كده مع بعض. اول سؤال بيقول لي ما هو مرادف زوجي؟ نطلعها في القطع ونبدا نقرا الجمله بتاعتها علشان نفهم هي عايزه ايه. بيقول لي هنا: والاستماع جيدا لذوي الخبرات، يعني للي عندهم خبرات. عندي حاجه يعني انا صاحبها، يبقى هنا كلمه سوي يعني اصحاب. طب ليه انت ما قلتش صاحب؟ لان كلمه سوي جاءت على صيغه الجمع، عشان كده قلنا اصحاب. السؤال الثاني بيقول مضاد الصحيحه. طيب نطلع القطعه الاول الكلمه، وبعدين نبدا نشوف ايه المضاد بتاعها. العادات الصحيحه ايا كان. نقرا الجمله بتاعتها: فعليك باتباع العادات الصحيحة، يعني العادات الصح يبقى حاجة صح يبقى عكسها حاجة غلط، يعني أكتب غلط؟ لا، هكتب أو خاطئة. تمام، تعالوا نشوف كده مع بعض السؤال اللي بعده: ضع علامة صح أو غلط. طبعا الأسئلة دي بتكون مبنية على فهمنا للقطاع. السؤال بيقول: هناك عادات لا بد من اتباعها للنجاح في أي مشروع. طبعا كان سائلنا من شويه الالتزام والاستثمار الوقت وما الى ذلك، يبقى طبعا الاجابه صحيحه. السؤال الثاني: من يريد النجاح بمشروعه لا يهتم بالاطلاع
الاطلاع على افكار المشاريع الاخرى؟ لا طبعا، ده انا لازم اطلع على الافكار بتاعت المشاريع الثانيه علشان اعرف ايه اللي اتعمل وايه اللي ما ينفعش يتعمل. السؤال اللي بعده، اذكر بعض العادات التي تؤهلك للنجاح في الفتره الصفراء. نرجع تاني للقطعه بتاعتنا، قال لي فعليك باتباع العادات الصحيحه للنجاح. اذا كل الافكار دي هي اللي هتاهلني اني انجح. تعالوا نشوفهم كده مع بعض. طبعا دول هيكونوا كاجابه للسؤال. اول عاده هي الالتزام بالاستيقاظ مبكرا. ماشي. علشان استثمر كل وقت في يومي. تمام. ايه كمان؟ الاطلاع على افكار المشاريع التي تتعلق بالمجال. تمام. الاستماع جيدا لذوي الخبرات خاصه الاكبر سنا منك ومن يتبنون لك كل الخير. في حاجه ثانيه؟ ايه؟ اتباع نظام غذائي صحي. دي اهم النقط اللي هتاهلنا الى ان احنا ننجح في اي حاجه عموما على فكره، مش مشروع بعينه، في امور حياتنا كلها. اخر سؤال عندي بيقول ماذا تقول لشخص يرى ان تحقيق النجاح سهل ولا يحتاج الى مجهود؟ طبعا بمنتهى البساطه هقول انصحه بالجد والاجتهاد والعمل، لان الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى عمره ما هيضيع تعبك. مش النجاح سهل زي ما بيتقال. وكده نكون خلصنا الدرس بتاعنا، خدنا فكرة عنه، حلينا شوية أسئلة، أتمنى تكونوا استفدتوا، وإن شاء الله أشوفكم في درس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.